قبل اي حاجه بقى كمان يا جماعه، في موضوع مهم جدا جدا عايزه اتنقل له واتكلم عنه. عايزه اقول للفنانه الجميله اليسا الف سلامه عليكي، ودايما موجوده باغانيكي اللي بتمتعنا بكل الاحاسيس والمشاعر. وكلنا طبعا يا جماعه امبارح زعلنا جدا لما عرفنا خبر اصابتها بمرض السرطان، مرض سرطان الثدي. وطبعا الحمد لله ان احنا يعني احنا شفنا كلامنا في الكليب بتاعها، بس الحمد لله احنا في اخره قدرنا نشوف يعني، وفرحنا جدا لما عرفنا ان هي قدرت ان هي تهزم المرض ده. طبعا ست قويه جدا صراحة، ان هي تقدر تطلع بخبر زي ده وتبلغ بيه الناس ده، وبكل قوه واراده طلعت اتكلمت وعملت الكليب اللي صدم الجمهور كله امبارح. انا مش متخيله، انا بالنسبه لي الخبر بيمثل لي صدمه كبيره قوي، انه ازاي الست دي كانت قادره تطلع في التلفزيونات وتغني، تغني ها وتقف على المسرح والحاجات دي كلها وهي مريضه بالمرض ده. الفنانه اليسا اعلنت خلال كليبها الاخير الى كل اللي بيحبوني عن تعافيها من مرض سرطان الثدي واللي اصيبت به خلال الفتره اللي فاتت، وكانت مفاجاه كبيره لعشاق اليسا انهم يعرفوا اصابتها بالمرض اللعين وانها خاضت رحله العلاج في صمد لحد ما قدرت تقاومه وتهزمه. الف سلامه عليكي مره ثانيه يا ملكه الاحساس. وكمان عايزه اقول لكم انه هي عملت مداخله هاتفيه لقناه ام تي في وقالت فيها ان هي فضلت ان هي ما تعلنش ابدا عن مرضها الا لما تقاومه وتهزمه وتشفى منه تماما. ست قويه جدا الحقيقه، ومثل ونموذج مهم جدا يحتذى به الحقيقه لكل المرضى. وكمان قالت ما رضتش ابين ضعفي قدام العالم، ده كلامها انا بقرا من الورقه لان ده عايزه اقوله زي ما قالته بالظبط. ما رضتش ابين ضعفي قدام العالم، وكنت عاوزه أكون قدوة ومثل أعلى ومثل للقوة مش للخوف. وقالت أعلم أن الكثيرون حول العالم يواجهون السرطان بالوجع والخوف، وأعلم أيضا أن المرض أصعب على المحيطين بالمرض وذويهم. ودي حقيقة فعلا، رسالة مهمة جدا لكل الموجودين على كوكب الأرض اللي بيمروا بالمرض ده ولكل الناس اللي حواليهم. المرض بيهزم بالقوة بالإرادة، وربنا يشفي كل مريض يا رب. فعلا، وده كان في أول ظهور ليها أو أول تعليق ليها بعد ما هي أعلنت عن مرضها.